نحن اليوم لما نأتي نسأل الأبناء نسأل الأطفال عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقولك ما أعرف شيء. تسألوا عن غزوة بدر يقولك ما أعرف. تسألوا عن غزوة أحد الغزوات المشهورة قالك ما أعرف. لماذا؟ لكن سألوا عن نادي من النوادي الأوروبية ولا من الفرق الأهلية ولا من النوادي اللي يشجعها هيجيب لك اسم الفريق اسم اسم وكلها أسامي غربية إنجليزية وحافظنهن ما شاء الله. حافظ هن يلعب هذا في المقدمة ولا الميمنة ولا الميسرة ولا حافظنهن. طب لماذا مثل ما أوجدنا في قلبي حب هذه الأشياء لماذا لا نوجد في قلبه أيضا حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مرة مدرس دخل على أبنائه فقال لهم يا أبنائي كل واحد منكم يكتب لي هدف في الحياة. فواحد كتب طيار، واحد كتب مهندس، واحد كتب معلم، وكل طفل أعمارهم في 11 سنة أو 12 سنة كل طفل يكتب بما يرى في أبي، يرى في أمه، يرى في عمي، في خالي، كل واحد يكتب. واحد من الطلاب كتب أريد أن أكون صحابيا. صحابي استغرب المعلم كيف صحابي؟ قال يمكن يتمسخر هذا الولد. قال يا ولدي كيف تريد تكون صحابي؟ يعني ترجع كم سنة على وراء تكون صحابي؟ قال لا يا أستاذ أنا أريد أخلاقي تكون كأخلاق الصحابة. تعجب كيف هذا الولد عمره 11 سنة يقول هذا الكلام؟ ليس عجيبا. لو رجعنا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن من كان عمره 11 و 12 سنة في قمم في المقدمة كانوا أسيادا، كما كان مصعب بن عمير وكما كان نعم عبد الله بن الزبير، وأيضا اللي قاد الجيش في عهد أسامة بن زيد. كما كان هؤلاء الفطاحل العظماء كانوا صغارا ولكن كانت أعمالهم عظيمة. إذن ليس بغريب، لكنه عاد يبحث ما السبب، فوجد أن وراءه أم تدخل عليه كل ليلة قبل النوم وتقص عليه قصة قبل النوم، قصة صحابي. فلذلك يعني دخل في قلبي حب الصحابة الكرام، حب الصحابة. اليوم نحن لو جبنا أسماء الصحابة يعني ربما يدخل بعض الناس شك، هل هذا صحابي فعلا؟ هل هذا صحابي فعلا؟ وإيش سيرة هذا الصحابي؟ يعني لو جينا نقرأ قصة مثلا صهيب الرومي، إيش قصة صهيب الرومي؟ كيف أسلم؟ عمار بن ياسر، لو جينا نقرأ قصة صهيب بن سنان، هو مصعب بن عمير عفوا، وسعد بن معاذ وغيرهم الكثير من الصحابة، كيف أسلموا؟ بلال بن رباح، أسيد بن حضير، هذه قصص إسلامهم عجيبة جدا وتاريخهم عظيم. علموا أبنائكم ليتخلقوا بأخلاق هؤلاء الصحابة.